سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. كنا نشرح عند المعرفة وهي أول واجب على المكلف، وشرحنا ما المراد بالمعرفة، يعني التصديق بوجود الله، يعني غاية ما يستطيع الإنسان أن يصل إليه أن يصدق بوجود الله تعالى وأن يصفه أو يقر بأنه موصوف بأوصاف الكمال ومنزه عن صفات النقص. هو ده المعرفة المراد. أما معرفة كنه الذات أو حقيقة الذات هذا ليس مراد. ليه؟ لأننا غير مكلفين، ولأن ذلك ليس في الإمكان، ليس في إمكان العقول. لقوله تعالى ولا يحيطون به علم، ولقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقلنا أنهم اتفقوا في أن المعرفة واجبة، خلاص، والمعتزلة أهل السنة غيرهم كلهم اتفقوا على وجوبها، لكن اختلفوا في مصدر أو دليل الوجوب، هل هو الشرع أم هو العقل. عرفنا الآن المعرفة معناها التصديق بوجود الله تعالى ووجوبه، لأن الوجود بالنسبة له واجب، هو واجب الوجود، ووجوبه تعالى وصفاته الكمالية اللي هي الثبوتية والسلبية بقدر الطاقة البشرية. هذا هو هذا هو المراد من المعرفة. وعندما تسمع في كلام بعض الصوفية كلمة العارف بالله، طبعا كلمة العارف بالله يعني معناها المراد بها القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد، المستحضر لمقام الألوهية، الخائف الخاشع، زيادة على امتثال الأمر واجتناب النهي. هذا هو المقصود بكلمة العارف عند الصوفية، ليس العارف يعني عارف حقيقة أو كنه الذات، ولكن معناه يعني وصل أو زاد في معرفتي حتى صار يعني شديد الخشية والخشوع لله، لأن الإنسان كلما ترقى في مقام زاد خشوعه، إنما يخشى الله عباده العلماء. والمقصود بالعارف يعني الخاشع الذي يعرف مقام الألوهية وجلالها وهيبتها، هذا المقصود بكلمة العارف. ولما كانت معرفة الله تعالى عبارة، قلنا الوجوب صحيح أن الوجوب ليس شرعيا ولا عقليا لأنه يلزم منه الدور، بل هو بالفطرة هكذا، هو يعني بأصل فطرته الإنسان يتأمل وينظر ويفكر، لأنه لو وقفناه على العقل حيدور، ولو وقفناه على الشرع حيدور، لأنه كيف تقول له واجب عليك بالشرع؟ هذا يعني معناه أنه في واجب قبله، اللي هو يعني كون واجب عليك بالشرع هو لا يؤمن بالشرع، يجب عليك أن تؤمن بالشرع. ولو كان مؤمنا بالشرع يبقى معناها حيبقى تحصيل حاصل، لأنه حيكون عارف، لأنه لا يكون مؤمنا بالشرع إلا إذا كان عارفا به. يبقى معنى كده لا ينفع توقيفه على الشرع ولا توقيفه على العقل، يعني لا يتوقف النظر عادة ولا عقلا على الشرع ولا على العقل، ولكنه بأصل فطرته وبأصل خلقته ينظر ويفكر. واضح كده؟ أما كده هو بالعقل يا مولانا، بالعقل كده الوجوب بالعقل. ولو قلنا وجوب بالعقل يقول لك مين اللي أوجب عليه، ولو قلنا بالشرع هيقول لك مين اللي أوجب عليه. لما أقول لك واجب عليك شرعا أنا بخاطب غير المؤمن، يبقى معناه غير المؤمن، يبقى معناه كافر. والإنسان لا يقال له واجب عليك شرعا إلا إذا كان مؤمنا بالشرع. تمام؟ طيب إذا كان مؤمن يبقى هو عارف، خلاص حصل تحصيل حاصل. وضحت كده؟ يبقى ما ألزم به المعتزلة أهل السنة يلزم به أهل السنة المعتزلة. إذا فلا تتوقف المعرفة أو لا يتوقف النظر عادة لا على عقل ولا على شرع. صحيح هو حينظر بعقله، تمام، لكن هل يتوقف النظر على انه واجب عقلا او واجب شرعا؟ خلاص لا يتوقف هذا، لكن الشرع جاء وحث وامر في ايات كثيرة بالتفكر والنظر. طبعا علم الكلام ده او علم العقائد مش هو علم تحصيل العقائد، لانها محصلة من القرآن والسنة، ده هو علم حجج ورد شبه ودفاع فقط،
ليس تحصيل العقائد، هي محصلة من الكتاب والسنة والإجماع، ومما جاءت به الرسالات السماوية والأنبياء، ومما نقل إلينا تواترا، كل هذا إيه موجود. إذن لا معرفة الذات، يعني إيه معنى معرفة الله؟ يعني عبارة ما يجب في حقه تعالى، وما يستحيل وما يجوز. لو عرف هذا يبقى عرف. لا معرفة حقيقة الذات، كل الكلام ده قلناه قبل ذلك، لعدم إمكان ذلك ولعدم تكليف نبيه، فسر المعرفة بما هو إيه المراد. وفي المرة الماضية شرحنا هنا إيه أن تعرف الواجب، وقلنا الواجب يعني معناه الثابت الذي لا يقبل الانتفاء في حقه تعالى، والمحال يعني هو المستحيل، والسين والتاء دي زائدة للتأكيد، خلاص، والياء دي منقلبة عن الألف، المحال هي أصلا، تمام كده، والألف للإطلاق، مع معرفة جائز في حقه تعالى. أي إيه معنى في حقه؟ بعضهم فسر في بمعنى يعني معرفة الواجب في حق الله، والمستحيل في حقه، والجائز في حقه، في بمعنى من، يعني من حقه، خلاص كده، أي في الأمر الحق الذي ينسب إليه تعالى فافهم. جينا الواجب ده تعريفه قلنا اسم فاعل، تمام كده، وأعم كلمة الواجب في حقه تعالى أو لحقه أو من حقه، يعني من جملة الأمور الواجبة من حقه تعالى، إضافات. فكلمة الواجب دي أعم، كلمة الواجب تشمل ذات وتشمل الصفة وتشمل النسبة. يبقى إذا تلخيصها كده، الواجب يعني أمر ثبت له الوجوب، وكذلك إذا المستحيل يعني أمر ثبتت له الاستحالة. إذا المعنى الواجب في حق الله تعالى أي الأمر الثابت المنسوب إليه، فالواجب منسوب له على جهة الثبوت، والمستحيل منسوب له على جهة النفي، والجائز منسوب له على جهة الإيه؟ على جهة الإمكان. وهناك معنى آخر لكلمة في حقه تعالى، كلمة حق يعني بمعنى الحقيقة، يعني المراد الواجب لحقيقته تعالى أي لذاته، ده التفسير الثاني. والتفسير الثالث في حقه قالوا حق بي زائدة، يعني تشيل كلمة في حقه، يعني معناها ايه، تبقى لما نشيل في حقه يبقى الواجب لذاته، خلاص، ان حق زائدة، وفي بمعنى الله اي يجب لذات الله. فالاحقية تشمل حينئذ كم معنى؟ ثلاث معاني. اول حاجة ايه؟ من. والثاني الحقيقة، الحقيقة بمعنى الحق، والثالث اللي هو ايه زائد معناها لذاته. طب من هنا بتكون تبعيضية ولا بيانية؟ لا ما فيش تبعيضية هنا، بيانية او بمعنى اللام، تمام كده، ما تجيش من اضافة معنوية، ما تجيش فيها من بمعنى التبعيض. ومثل ما ذكرنا في حق رسل الله عليهم الصلاة والسلام، لكن الواجب في حقهم غير الواجب في حق الله، والجائز في حقهم غير الجائز في حق الله، وكذلك المستحيل. أما للإطلاق واحد، هذا واجب وهذا واجب، لكن المعنى مختلف. إذ الواجب مثلا في حق الله تعالى إيه؟ الصفات السلبية مثلا، وصفات المعاني، وصفات المعنوية إلى آخره. لكن بالنسبة للرسل الواجب في حقهم يعني إيه؟ الأمانة مثلا، الصدق، الفطانة، والمستحيل أبعضها اللي هي الكذب، الخيانة. الجائز مثلا في حق الرسل الأكل، الشرب، الجماع، الأمراض. لكن هل يقال هذا جائز؟ إذ هو اللفظ واحد، هذا بيسموه إيه؟ مشاكلة، تمام، يعني كلمة تشابه كلمة أو مثل كلمة أخرى، ولكن المعنى مختلف تماما. زي من باب قوله تعالى مثلا من اعتدى عليكم فاعتدى، أو يخادعون الله، أو نسوا الله فنسيهم، أو جزاء سيئة سيئة إيه؟ مثلها، سياق رد مفاشل. لا، لما قال في حق رسل الله لماذا قلنا لم يذكر الأنبياء؟ ليه؟ احنا بنعيد الدرس عشان ما كنتش حاضرين. اكتفاءا قالوا اما نظرا الى القول بالترادف،
يعني رسول ونبي بمعنى واحد. نعم. وإما لأن الأحكام الواجب ذكر هذه خاصة بالرسل. نعم. فلم يذكر الأنبياء يا إما هذا ترادف يعني نبي ورسول بمعنى واحد وهذا قول عليه كثير من العلماء ولكن التحقيق أن الرسول معناه غير معنى النبي. تمام كده منهم من جعل هذه القاعدة كده كل رسول نبي وليس العكس. نعم. مضطرب غير منعكس يعني. بينهما عموم وخصوص. مطلق. كل رسول ما كده. وليس كل نبي رسول. إذا ده عموم وخصوص مطلق ده. لأنه ما فيش واحد ينفرد في حاجة. نعم. لو خلاص عموم وخصوص واجب لكل منهم حينفرد في جهة. إنما مين اللي حينفرد هنا؟ الرسول. لا حينفرد النبي. الرسول. النبي إذا كان ليس رسولا حينفرد الأعم منهما. هو الرسول أعم. لا الأعم هو النبي. دول كلمة رسول وكلمة نبي مين الأعم فيهم؟ النبي. آه ولذلك بعض الناس اللي هم مش فاهمين الرسالة أو كذا يقول لك إيه لا يوجد في القرآن دليل على ختم الإيه الرسالة. في دليل. لا ما قال لك هنا ختم النبوة لكن عاوزين دليل على ختم الرسالة. لم يقل وخاتم المرسلين. فكيف ترد عليهم؟ الرد جميل. كيف ترد؟ لا يعني دي أبلغ. ليه؟ تشمل النبيين لأن الرسول لا يكون إلا نبيا. لا عارف ليه؟ أنا رسول لأنه يلزم من ختم النبوة ختم الرسالة ولا عكس. عارف ليه؟ لأن الرسول لا يكون إلا نبيا. أيوة لأن الرسول لا يكون إلا نبيا فإذا انتفت النبوة انتفت الرسالة. الأول من باب أول. أما إذا أيوة معناها لأنه نفي النبوة ينفي الرسالة لكن نفي الرسالة ما ينفيش النبوة لأنه هناك أنبياء ليسوا رسل لكن ما فيش رسول مش نبي. فإذا يلزم من ختم الأعم ختم الإيه؟ الأخر. يبقى شوف القرآن لكن هم ما يفهموش. ختم النبوة يلزم عليها ختم الإيه؟ الرسالة لأنه هو الأعم لأنه كل رسول نبي. فطالما ما فيش أنبياء يبقى ما فيش إيه؟ رسل. وعلى القول بالترادف ده الإشكال. ما خلاص. هو قال واجب أن الرسل الاكتفاء بالأخص يعني؟ لا يا إما الأحكام اللي حنذكرها دي التبليغ ده واجب في حق مين؟ أنبياء ولا الرسل؟ حق الرسل. يبقى خلاص يبقى قال في رسلي أن الأحكام التي سيذكر وجوبها خاصة بالرسل أو اكتفاء بالترادف. وقلنا زي ما قلت لكم إنه ختم الرسالة لا يلزم منه ختم النبوة. نعم. ختم النبوة لا بد أن تختم الإيه الرسالة. يبقى بينهما عموم وخصوص مطلق. لكن الشيخ الشعراني قال ممكن احنا بنقول كل رسول نبي مش كده. أيوة. لكن لا عكس. أيوة. وقال يوجد رسل لكن مش ملائكة. انبياء لهم الملائكة. نعم. الله يفضل من الملائكة رسلا. ده من المعنى الايه اللغوي. أيوة. يبقى معناها ناخذ على الرسل ما ختمت الرسل بعد في ملائكة لا ما الملائكة ما فيش ختم عندهم دول ده ما فيش يعرض عليهم. انت لما تبعت واحد حيكون اسمه رسول كمان واحد بعت. لا احنا نتكلم عن رسول بمعنى الاصطلاح اللي هو مرسل من عند الله مش من عند انا ده ماله ده ما معنى اللغوي ختم ولا ما تختمش ده ما مش يبقى فهمنا الان. يبقى تعريف الرسول هو تعريف النبي لكن في لغة القرآن تجد ان الله تعالى احيانا يجعلهم مترادفين الرسول نبي والنبي رسول. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا. يبقى التعريف اللي خدناه ده مبني على اساس اللغة. تعالى كده خد مفردات التعريف تلقاها مبنية على المعنى اللغوي. انسان ذكر من بني ادم اوحي اليه بشرع وان لم يؤمر. نعم. فان امر يبقى هو بعض قلب لما ما فيش تبليغ يبقى ايه فائده النبي ما فيش تبليغ ما فيش رساله. طيب هل امر بالكتمان؟ لا هو اذا لا يجب عليه التبليغ لكنه ليس معنى نفي البلاغه عن الكتمان. يبقى التبليغ مثلا في حقه جائز وليس واجبا. يبقى في حق وواجب في حق الرسول يا ايها الرسول بلغ. نعم خلاص كده. يبقى اذا في كثير من ايات القران تجد ان يا ايها النبي انا ارسلناك يعني انا هو مرسل. نعم. وكذلك في قوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين هنا اقصد مين؟ الرسل. بدليل قوله تعالى في ايه اخرى وما نرسل المرسلين الا مبشرين. يبقى هم مين؟
هات كده آية البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، ما قالش رسل، مبشرين ومنذرين. ونفس المهمة دي هي مهمة الرسل، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. يبقى هنا مترادفين بمعنى واحد، لكن في آية الحج في مغاير: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. والعطف يقتضي المغايرة، لكن المغايرة فيه لو قلنا إنه هذا ليس مرسل اللي هو النبي والرسول مرسل، لكن اقرأ أول آية: وما أرسلنا فتطلب الإرسال عليهما، فهذا مرسل وهذا مرسل. يبقى لا بد أن نبحث عن فرق غير الإرسال، لأن قال وما أرسلنا من قبلك من رسول، يبقى رسول مرسل، ولا نبي، يبقى النبي أيضا مرسل. فبحثوا عن فروق ولكنه لم يصلوا إلى قبل. طب كونه مرسلا، كونه مرسلا لا ينزل منه أن يكون مبلغا ولا مشار؟ الإرسال معناه البلاغ، ما فيش حاجة اسمه إرسال من غير، كيف مرسل من غير ما يبلغ؟ يروح سافر كده يقول لهم، حتى لو قال لهم أنا رسول دي بلاغ، ولم يأمر بتبليغه، يعني بطلت فرق. بس طيب إذا هيك، لا أتكلم على أنه كلاهما مرسل، فلا بد أن نبحث عن فرق غير الإيه الإرسال. فبحث كما ذكر الطاهر بن عاشور أنه الرسول ده اللي يأتي بشريعة جديدة، أما النبي هو الذي يأتي مقررا لشريعة من قبله أو لما هو مقرر في الشرائع كلها. إذا اللي حيأتي مقرر لجميع الشرائع بدأ اسمه إيه؟ نبي. نبي. أما الرسول هو يأتي بشريعة إيه؟ جديدة. نعم. نعم. ده بنناقش المسائل يا مولانا، بنقول حاجه بنناقش ايه اهو ده، بس اخلص الدرس عشان اقول حاجه ولا اخلص واكلم بعد الدرس. واضح يا مولانا؟ يبقى ايه اللي شريعه جديده ورسال جديد، يبقى هو ايه رسول، يبقى رسول، واللي هو يأتي مقرر للشرائع كلها يبقى هو ايه او لشريعة نبي قبله، كما في سورة البقرة: لم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم. لما ينتقد بسيدنا عيسى مولانا، تمام ايه ده، ما سيدنا عيسى عنده كتاب ما بين يديه من التوراة، بس الله اعلم، مقرر لشريعة سيدنا موسى، لكن جاء حاجات جديدة، يعني ما جاءش مقرر فقط، لكنه زاد، يعني في يعني زي جئتكم لأحل لكم بعض الذي وجاء بكتاب، ما قالوا بشريعة وكتاب. سيدنا ابراهيم مقرر لما جاء به سيدنا نوح وهو رسول وليس نبي. في شريعة ابراهيم، في شريعة شريعة ثم جعلناك نتبع ملة إبراهيم حنيفة. يبقى هكذا ما ذكر تحديدا من هو الرسول، مثلا ما ذكر أنبياء ده رسول ومش نبي وده نبي ومش رسول، يعني حطوا قاعدة، لكن القاعدة دي عليها إيه نقد وعليها اعتراض وعليها كلام، وقلنا لك ما فيش حاجة قاطعة. ولكن جاء ابن تيمية وجاب رأي غريب، قال الرسول ده اللي ذهب أو أرسل إلى كفار، والنبي اللي أرسل إلى مؤمنين. وبرضه رأي له وجاء، مثلا لما تجي تقرأ في القرآن الكريم أول المكذبين مين؟ أول رسول مين؟ نوح عليه السلام. يبقى معناها اللي قبل نوح دول مش رسل، لأنه لم يذكر القرآن تكذيبا قبل قوم نوح. يبقى معناها آدم يبقى نبي، شيخ يبقى نبي. أول ما بدأ بالتكذيب قال كذبت قوم نوح المرسلين، لا قوم نوح لم يكذبوا إلا نوح بس، كذبت عاد المرسلين لم يكذبوا إلا هود، لكن المرسلين لما كانت رسالتهم كلها مشتركة في الأصول والفروع الأساسيات، كأن تكذيب رسول واحد يبقى تكذيب للكل. فلما بدأ بقوم نوح إذا كذبوا المرسلين كلهم، فلو كان قبل نوح رسول كان ذكر المكذبين إيه له. واضح كده؟ يبقى إذن أول رسول سيدنا، حتى في صحيح مسلم وأنت في حديث الشفاعة، وأنت أول إيه رسول، رسول. نعم.
ليه؟ لان قومه كذبوه. يبقى الرسول هيبلغ، وطالما في بلاغ هيبقى في انكار، يبقى في ايه؟ انكار، اعتراض. واذا طب بعد كده بقى مولانا بعد نوح بقى خلاص، ما هو ماشي كل اللي جو بعد نوح ايه، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني كل التكذيب ده اللي هيكذب نبي واحد كانه كذب الانبياء والرسل جميعا. ليه؟ لانهم جميعا كنفس واحده. نعم. مين؟ ادريس قبل نوح؟ لا ترتيبه قرآن ادريس بعد بعد نوح. في بعض الكتب يا مولانا تورد كثير، لا في بعض الكتب تورد ان سيدنا ادريس قبله. واذكر في الكتاب ادريس انه كان ايه؟ صديق النبي. وبعدين ايه؟ ورفعناه مكانا على اولئك الذين من النبيين. وممن حملنا مع نوح، ومن ذريته. ها؟ وهو ذكر قال وممن، يعني معناها من ذرية آدم ومن ذرية من حملنا مع نوح. يبقى كيف يبقى قبله؟ يا أخي كده العطف على مين؟ على آدم. والضمير عائد على مين؟ على كل المذكورين، ومنهم مين؟ إدريس عليه السلام. وهؤلاء الأنبياء دول من ذرية آدم، مش كده؟ ومن ذرية من حملنا مع نوح. يبقى لابد أن يكون نوح إيه قبله. طبعا تعريف المتابعين مولانا كل اللي جاء بعد لنا نوح رسول. أيوة، لا معناها كل من بلغ وكذب دخل في التكذيب يبقى رسول. إلا معناها اللي أرسل كده، حط القاعدة اللي أرسل إلى كفار رسول، واللي ارسل الى مؤمنين يبقى ايه؟ نبي. يبقى كل اللي بعد سيدنا نوح رسل يا مولانا. نعم، يبقى كل اللي بعد سيدنا نوح رسل اذا كذب، بشرط ان يكذب يرسل. يعني كله بل يا مولانا. لا يونس، لا مش اللي ذكرهم في القران كيف كله كذب؟ لكن تجيب وليفا للرسول ولا قد كذبت رسلا من قبلك، مش من قبل نوح، من قبلك. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سلام الله. لا الموضوع يوم الثلاثة نخلص بس. ما تعطلناش الدرس، تعالى انا قاعد في الازهر قاعد لحد العشاء ان شاء الله. قول له تعالى، قول له اجي فين. تعالى وخلاص. لا يبقى اذا الواجب اللي هو الثابت العقلي من ايه؟ من ذات او صفة او ايه؟ أو نسبة. الذات اللي الذات اللي النسبة اللي الصفات اللي الصفات اللي إيه؟ نعم. المعاني أو الصفات. النسبة اللي هي الحال. نعم. وعرفوا الحال بأنه صفة لموجود، لا موجودة ولا معدومة. تمام كده؟ نعم. لا لا مش مثل المعاني. بقول لك فقولهم صفة يخرج الذات لأنها لا تكون إيه حالا. نعم. وكلمة لموجود يخرج صفة المعدوم لأن صفة المعدوم معدومة فلا تكون حالا. وقول لا موجودة يخرج إيه الأعراض لأنها متحققة باعتبار ذواتها فهي من قبيل الموجود دون الحال. ولا معدومة يخرج الصفات السلبية. يعني لما عرفوا الحال قالوا صفة لموجود. تمام. ما ينفعش تكون صفة لمعدوم. ليه؟ لأن صفة المعدوم معدومة. لا موجودة أخرج إيه؟ أخرج الصفات السلبية. لأنها إيه؟ لأن الصفات السلبية معدومة. لأنه إيه معنى الصفات السلبية؟ لا أخرج المعنوية بقى مولانا. نعم. أخرج المعاني. لا موجودة بأخرج المعاني. قولهم صفة أخرج الذات. نعم. تمام كده. كلمة لموجود أخرج صفة المعدوم. نعم. قولهم لا موجودة يخرج الأعراض لأنها متحققة باعتبار ذواتها فهي من قبيل الموجود. نعم. وبعد كده أخرج إيه ثاني؟ أخرج السلبية. لأن السلبية يتصف بها الموجود من حيث أنها معدومات لا أحوال. لأن الصفات السلبية معناها عدم أمر لا يليق به تعالى. نعم. تمام.
ولما قال لا موجود وبعدين قال ايه ولا معدومة اخرج ايه سلبية. لا ما اخرج ايه السلبية. يبقى اذا يريد ان يقول لك الحال ده عبارة عن اعتبار في الذهن لا وجود له في الايه في الخارج. واضح كده؟ اذا كلمة ايه المراتب المدير مراتب الوجود يعني مثلا يعني زي ايه كلمة الوجود دي يشمل الواجب ويشمل الايه الجائز اللي هو الممكن الوجود اعم من ان يكون واجبا او ممكنا لكن احنا نتكلم في الوجود الايه الواجب تمام. فعندك الاحاد مثلا احد الاحاد دول اربعة اللي داخلين في الوجود اللي يشملوا ايه الوجود الحادث والوجود القديم. فعندك احد لا يتحيز ولا ينقسم ولا يفتقر الى محل ده هو مين ده هو الباري سبحانه لا متحيز ولا ينقسم ولا ينقسم ولا يفتقر الى محل. الاحاد اربع الى مخصص المحل الى مخصص الثاني لا يتحيز الثاني يتحيز وينقسم ويفتقر الى محل ده اول حاجه لا خدهم كده اربع مرتبين احاد الاحاد اربع واحد لا يتحيز ولا ينقسم ولا يفتقر الى محل هذا هو الباري سبحانه وتعالى. الثاني يتحيز وينقسم ويفتقر الى محل هذا هو المشنى الثالث يتحيز ولا ينقسم ويفتقر الى محل هذا هو الجوهر. نعم الفرق بين الجسم والجوهر الانقسام. نعم الرابع لا يتحيز ولا ينقسم ويفتقر الى محل هذا هو العرض. نعم نقولهم ثاني هقولهم انا اذا بدك حقهم واحد اول واحد لا يتحيز ولا ينقسم ولا ينقسم ولا يفتقر الى محل فايده بارك سبحانه وتعالى الباري سبحانه وتعالى. الثاني يتحيز وينقسم يتحيز وينقسم ويفتقر دمين الجسم. الثالث يتحيز ولا ينقسم ويفتقر الى محل دائره الجوهر. الرابع شو الرابع ده لا ده اللي احنا نقوله ده ايه الثالث القسم كام الثالث الرابع لا يتحيز لا يتحيز ولا ينقسم ويفتقر الى محل هو ده العرب ده لا يخرج الموجود عن هذه الايه الاوصاف. ما يقال انه موجود في كلام شو معدوم دلوقتي العرب ده موجود ولا مش موجود الجسم موجود ولا مش موجود الجوهر موجود ولا مش موجود البارئ سبحانه وتعالى موجود ولا مش موجود في اقسام الوجود يعني سواء كان قديم او حادث فافهمه فانه مهم. واضحت؟ تبقى الاحاد اربعه لا يتحيز ولا ينقسم ولا يفتقر الى محل. اثنين عكسه ثلاثه لا ثلاثة يتحيز ولا ينقسم ويفتقر ده ايه جوهر جوهر أربعة لا يتحيز ولا ينقسم ويفتقر هذا هو الايه هذا هو العرب. العرب ملوش حيز الحيز اللي هو الجوهر يعني الحيز من الفراغ الحيز تبع العرض ده تابع للجوهر الحيز مش للعرب عرب منه جسم لحتى يتحيز تمام. يبقى اذا الحال تعريفه ايه ثاني صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة. فعندما نقول صفة اخرجنا الذات لان الذات لا تكون حال وكلمة لموجود اخرج صفة المعدوم ان صفة المعدوم لا تكون معدومة فلا تكون حالا. وقولهم لا موجودة اخرج الاعراض هي لانها متحققة باعتبار الجواهر اللي قامت بها باعتبار الجواهر فهي من قبيل الموجود دون الحال. ولا معدومة اخرج الصفات السلبية التي يتصف بها الموجود فانها معدومات لا احوال. ولذلك المعتزلة قالوا ان الممكن المعدوم شيء ومتحقق في الخلق
الخارج ولا واسطة عندهم بين الموجود وبين المعدوم. ولذلك قالوا ما من شأنه، تعريف الموجود عندهم، ما من شأنه أن يعلم ويتحقق في نفسه، فهو متقرر في الخارج. وهذا هو الشيء، كلمة الشيء عندهم اللي هو الثابت في الخارج المتناول للموجود والمعدوم، بشرط أن يكون ممكنا، لأنه المستحيل معدوم برضه. بس الفرق بين هذا وهذا أن هذا هو إيه؟ الثابت المتناول للموجود والمعدوم. إذا كلمة شيء عند المعتزلة لا يقولون للعدم شيء إلا إذا كان ممكنا وجوده. يعني يقبل الوجود. لا مستحيل، ده متفق عليه. يبقى كلمة شيء يقصدون بها المعدوم الممكن الذي، لأن المعدوم يقبل إيه؟ الوجود ويقبل عدم. فإذا كان قابلا للوجود يسموه شيء، ومتحقق في الإيه؟ في الخارج، يعني متحقق في نفسه، لكنه إن تميز وإن تكون فهو الموجود، وإلا فهو المعدوم. يعني إن كان له تميز. نعم. ما قلنا اعتبار، يعني إيه معنى لا موجود ولا معدوم؟ لما قلنا صفة الموجود، موجودة ولا مش موجودة؟ يعني الموجود له صفة والمعدوم له صفة. صفة المعدوم لابد أن تكون معدومة. يعني الشريك ده معدوم ولا مش معدوم؟ شريك لله. معدوم. لما نقول الشريك نصفه بإيه؟ بصفة عدمية، لا موجود، هذه صفة. واضح كده؟ يبقى هو لا شيء وصفته لا شيء. أو معنى صفة المعدوم معدومة. وممكن يكون يوصف الموجود بصفة عدمية، وممكن يوصف بصفة وجودية. ولذلك تنوعت الصفات، مش صفات سلبية ومعاني ومعنوية ونفسية كم. اللي هي النسبة، اللي هي النسبة، اللي هي اللي يسموها الحال، عند من يثبت الأحوال. يعني ما توقفش جوا عنده، يقول لك عند من يثبتها. وذلك هي مسألة دقيقة، مسألة دقيقة. لو انت عاوز عشان هم فهموا كده، بدل ما تعيدهم مرة تاني للحيرة، خليها انت ايه بينه وبينك، تكلم براحتها فيها، عشان لما كده هتعيد هتفتح علي ابواب ايه. طب شو الحال بالنسبة لله؟ ما احنا بنكفي الباب يتفتح باب. المعنوية احوال. تمام كده. اما المعاني دي صفات وجوديه ثبوتيه، والسلبيه صفات منفيه معدومه. خليك معايا كده. والمعدوم الممكن عندهم شيء، وان لم يتحقق في نفسه، اي لم يتقرر ولم يتميز في الخارج، فهو المنفي والممتنع. ثم الشيء، افهم كلام المعتزله، ثم الشيء الثابت ان كان له كون، كون شو كده في الأعيان، يعني تكون فهو الموجود، وإلا فهو المعدوم. فعندهم أن المعدوم الممكن شيء وثابت في الخارج. ولذلك قالوا إيه؟ لمن يتوجه الخطاب في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لا. أنت تقول الشيء ده معدوم، واحنا ما نقول بالعدم المحض من كل الجهات، ان العدم المحض لنا للمستحيل فقط، اذا معناها له جهة في الوجود، وهي وجوده في علم الله تعالى، او باعتبار الامكان، او باعتبار الامكان، لانه الامكان في طرفين ما تنساش، في طرف وجود وفي طرف ايه عدم. يبقى معناها قالوا كده أن نقول له كن فيكون. يبقى في خطاب، والمحققون ردوا عليهم قالوا ما فيش خطاب ولا فيش كن ولا يكون، ده مراد بفقط سرعة التمثيل. لإجماع أهل الملل على أن الكلام ليس صفة تأثير، ولكن التأثير للقدرة. يعني هو لا يوجد الشيء بكلمة كن، لأن التأثير للقدرة وليس للإيه؟ للكلام. فقط سرعة للإيه؟ للتمثيل. ربنا حيمثل لك كيف قدرته؟ فقال لك يعني عاوز يمثل لك كمثلي، يعني عاوز يقول لك سرعة قدرتنا، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. طيب كن فيكون، دي عاوز كم لمحة؟ دي عاوز كذا. يبقى هي أسرع من كن.
هم الكون عبارة عن أسرع ما يمكن أن يمثل به للإنسان. فعاوز يقول سرعة إيجابها للشيء كأنك تقول كن فيكون. للإجماع على أن التأثير ليس لصفة الكلام، لأنه لا يوجد بالكلام إنما يوجد بالقدرة. يعني مجرد ما تخصص الإرادة واسبق به العلم وتتسلط عليه القدرة يوجد من غير كن ولا يكون. سرعة إيه؟ تمثيل. ففي بعض الآيات القرآنية لا تفهم على وجهها الصحيح إلا إذا كان الإنسان، يعني في بعض الناس يفهم إنه فيه كن والكاف قبل النون وجمعناها حيوجد فيه، ده 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 صفات حادث دي. وانا قاعد كن رب العالمين جالس يقول كن 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 في قبل وبعد. شوف لنا كن طلع الله عادي يقول كن كن. سرعة تمثيل الإيجاد القدرة، زي مثلا كلام المشركين لما تيجي في سورة سورة الصاد أجعل، شوف الغباء بتاعه، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بعض المفسرين اللي هم فاهمين قوي قالوا كلام المشركين انتهى عند أجعل الآلهة إلها واحدة، واللي جاي ده من كلام ربنا سبحانه إن هذا لشيء عجاب. طب هنا مضبوط صح والله. ايوه لان الاله لا يكون بجعل جاعل اجعل الالهه. فاذا هم تعجبوا، يعني ممكن في وجه ان يعود الكلام على الكفار او ان يعود الكلام الى الله تعالى، لكن على جهه مختلفه. يبقى هم تعجبوا من ايه؟ من كون الاله واحدا. والتعجب اللي هو منسوب الى الله بس على معنى ثاني، ان التعجب الحقيقي حيلزم عليه فهي معنى ان هذا لشيء عجاب لو نسبناها الى الله. قالوا ان هذا الكلام، ان هذا القول مما يتعجب منه السامع وان لم يكن المتكلم به وان لم يكن المتكلم متعجبا به. يعني هذا الكلام يؤدي إلى تعجب السامع، وليس بشرط أن يكون المتكلم به اللي هو الله متعجب. يعني عاوز أقول لك الكلام ده يلزم منه أن إيه؟ أن يكون العجب بصرف النظر عن اللي بيتكلم به متعجب أو غير متعجب، لأن إرادة التعجب الحقيقي مستحيلة على الله. يبقى التعجب من ناحية أن هذا قول ربنا سبحانه وتعالى، من ناحية تعدد الآلهة لأن تعدد الآلهة أمر تحيله العقول. يعني ده شيء مستحيل عقلي، فإذا قالوا به أليس يؤدي هذا إلى التعجب؟ أمر مستحيل عقلي، يعني شيء اتفق العقلاء على أنه مستحيل، فإذا قال به الناس يبقى معنى هذا شيء يتعجب منه. أيوة والله شيء حلو. يبقى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا ده كونكم تقولوا بتعدد الآلهة هذا شيء يحير، شيء كيف لكم عقول ولكم فهم وتقولون بهذا؟ فإذا كان التعجب راجع إلى الله يبقى من كون الآلهة متعددة، وإذا كان راجع إلى الكفار يبقى من كون الإله واحد. هم تعجبوا من إيه؟ أيهما أبلغ؟ من إنه الإله واحد، مش تعجبوا من التعدد. الله عز وجل يبقى العكس تمام كده؟ فهمت كده؟ نعم. يبقى إذن يصح، بس إيه معنى إن هذا لشيء عجاب؟ يعني إن هذا القول مما يتعجب منه السامع وإن لم يكن المتكلم متعجبا به لاستحالة إرادة التعجب حقيقة في حق الله على الله تعالى. على اللازم، ما هي حاجة هنا تجيب اللازم بتاعها زي نسبة الرحمة هتعيدنا تاني الأول دروس. هو أنا حسيت أنه حيقول لي قراءة حمزة اللي هي بل عجبته بنسبة الايه العجب إلى الله سبحانه، هذه قراءة متواترة. لازم التعجب زي لازم الضحك ولازم الرحمة اللي هو الإحسان، ولذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم إن رحمة الله قريب بالتذكير، لأن الرحمة مؤنث برحمته. فلأنه أراد بها اللازم الحقيقة اللي هو الإحسان، يعني كأنه معناها إن إحسان الله قريب من المحسنين، بدليل الآية الأخرى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لأنه لو كان حقيقة الرحمة كان مثلا إن رحمة الله قريبة من الراحمين، يرحم من في الأرض
لكن ليه قال من المحسنين؟ قال لأنه أراد لازمها وهو الإحسان. يعني هذا اللي بقوله، هذه الصفات اللي العجب والضحك، هذا اللي بقوله الصفات هذه مؤولة تراد نهاياتها. قال له الأسئلة بس في الآخر، عشان واحد بيسألنا عن يمين، واحد بيسألنا عن الشمال، كده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العجب. فسيبوها كده لما نخلص، نخلص بس اللي هي الكلمتين دول. واضح كده؟ واضح. إذا كلامهم اللي قالوا دي لمن يتوجه الخطاب ردوا عليه ليه؟ أهل التحقيق. فهنا لما جاء الشيخ وشرح انه التعريف ده بتاعه، هم بيقولوا كده في كتب كثير من المتكلمين، الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يتصور. الشيخ بيقول لا، تعريفنا كده الواجب هو الثابت العقلي من ذات او صفة او نسبة. قال هذا احسن واخطر واوضح من قولنا ما لا يتصور في العقل ايه عدمه. وكلمة ما لا قال التعريف ده اللي هو ما لا يتصور، تعريف الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، قال حترتب عليه ايه مشكلات. فالشيخ قال هذا احسن، يعني تعريف له ان الواجب هو الثابت العقلي من ذات او صفة او نسبة. لأن قولنا ما لا يتصور قالوا هذا فاسد العكس والطرد. لأنه في المنطق التعريف عشان يكون تعريف تام لازم يكون جامع مانع مضطرد منعكس. قال لما نيجي نعكس أو نطرد حيحدث فساد. أما كونه أما كونه فاسد العكس فلأنه إنما يدل على الواجب الوجودي. ما لا يتصور في العقل عدمه، يعني معناها بيعرف الواجب الوجودي. ونحن قلنا الواجب إما أن يكون شيء موجود أو شيء معدوم. جينا التعريف ناقص. لأنه قال ما لا يتصور في العقل عدمه، يعني يريد الواجب الوجودي، لكن كلمة واجب أعم من أن يكون موجودا. خلاص كده وضحت. فقال لأنه فاسد العكس والطرد. أي معنى العكس؟ العكس والطرد. الطرد هو التلازم في الايه في الثبوت، والعكس هو التلازم في النفي. يعني كلما وجد هذا وجد هذا التلازم في الثبوت، كلما انتفى هذا انتفى هذا التلازم فيه في النفي. ما هو العكس والنفي؟ فهمنا كده. ولا يدل على الواجب العدمي. لما يقول لا ما لا يتصور في العقل عدمه، بعد ذلك معناها ما دخلش الصفات السلبية. والصفات السلبية واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة. لكنها لا يتصور وجودها لأنها معدومة. إذا التعريف ما يتصور في العقل عدمه، هو تعريف ما لا يتصور في العقل عدم، يعني معناها قصروا على الواجب الوجودي. إذا معناها لم يدخل فيه الصفات الايه السلبية. هذا معنى قولهم فاسد الايه الطرد. اما فساد العكس فكان عليه ان يقول الواجب عبارة عن كل معقول ثبت وتحقق واستحال مقابله نفيا او اثباتا ليشمل القسمين، اي الوجوب الوجودي والوجود الايه العدمي. واضح كده؟ واما كونه فاسد العكس، اما كونه فاسد الطرد فلانه يدخل فيه الاحوال الحادثه. خد بالك دي مهمه جدا. احنا عاوزين كلمه النسبه او حال بالنسبه لله، هل دي قديمه ولا حادثه؟ قديمه. نسبه قديمه. انما لما يقول هنا ايه ما لا يتصور في العقل عدمه، ما هو العقل حادث، يبقى معناها الاحوال الحادثه اللي هي الصفات المعنويه للحادث ايضا لا يتصور في العقل عدمها مع انها حادثه. الاحوال الحادثه، يعني انت مثلا موصوف بالعلم وانت حادث وعلمك حادث، لكن نسبه العلم اليك اللي هي الحال دي لا يتصور في العقل عدمه ايضا. فدخلت الاحوال الحادثه اي الصفات المعنويه كالعالميه والقادريه، كونه عالما وكونه قادرا، لان ثبوت المعنويه لازم لثبوت المعاني. فاذا اتصف الحادث بالعلم والقدره على شيء من الاشياء ثبتت له القادريه والعالميه. فالعالميه والقادريه لازم ثبوتهما لثبوت العلم والقدره،
فهما بعد ثبوت العلم والقدرة الحادثان لا يتصور في العقل عدمهما، والأحوال تتصف بالثبوت ولا تتصف بالوجود ولا بالعدم. خلاص كده واضحت؟ ده رد الشيخ الجردير أو رد الشيخ السباعي في الحاشية على التعريف بتاع ما لا يتصور في العقل وجوده. فقال أحسن حاجة تعرف الواجب بأنه الثابت العقلي من ذات أو صفة أو نسبة. فالجماعة دول ما عجبهمش الكلام ده، راحوا ردوا. قالوا إيه في الرد؟ قالوا كلمة ما لا يتصور دي انتوا فهمتوها خطأ. ليه؟ قالوا انتوا بتقولوا الواجب ما لا يتصور في العقل ايه؟ هذا. طب كلمة ما لا يتصور دي تعود على ايه؟ الحكم. قالوا لو كانت تعود على الوجوب او على الواجب يبقى كلامكم صحيح، لكنها تعود على الحكم، لان التصور والتصديق دي احكام، يعني ادراك عقلي. نقول ما لا يتصور يعني واقع على حكم لا على موجود، والحكم يشمل القضية التي موضوعها عدمي. يعني الكلام اللي انتوا اوردتوه علينا داخل في التعريف، انتوا قلتوا مش داخل، لكن هو داخل، لان احنا بنتكلم ما لا يتصور، لا نتكلم عن الواجب ونتكلم عن الحكم. الواجب والحكم يشمل الاثنين، الواجب الوجودي والواجب العدم. فهناك قضية مثلا تلزم موضوعها عدم، زي ايه؟ الشريك لله مستحيل، اهو الموضوع والمحمول الاثنين عدم، وده موضوع وده محمول. يبقى اذا الحكم يعني قضية، والقضية تشمل ايه؟ المعدوم والموجود. يبقى انتم زعلانين ليه؟ يبقى احنا لما قلنا ما لا يتصور لا نقصد الايه؟ الواجب، ولكن نقصد الحكم. فالحكم هو اللي يتصور، انما الواجب ده ما ينتفيش. واضح كده؟ يبقى التعريف ده مولانا حكم الحكم، يبقى معناها حكم الواجب مش حكم الحكم. حكم الحكم يبقى كده دور، نقول لك حكم الواجب. حكم الواجب يبقى لما نقول كده الشريك منتف واجب العدم، يبقى القضية عندك عمية. قضية موضوعها عدمي، خلاص كده، ومحمولها ايضا عدمي. ممكن القضية يكون موضوعها وجودي ومحمولها وجودي برضو. أنواع القضية، القدم واجب لمولانا تبارك وتعالى، والقدم واجب، خلاص كده واضح. ولا شك أن هذه الأحكام لا يتصور، راجع كلمة ما لا يتصور راجع على الحكم. الحكم الحكم مش راجع على الواجب. يبقى اذا الموجود اللي احنا قلنا عليه ده موجود ينقسم الى كم قسم؟ ينقسم لذاته الى ثلاثة معاني ثلاثة. الموجود لما تسمع كلمة لا يتصور عقل وجود وكلمة الموجود ده ثلاث اشياء، ما يتميز به الذات عن الغير، وهو بهذا المعنى موجود في الخارج وعين ذاته، لانه بذاته يتميز عن غيره. لما تسمع كلمة واجب لذاته كده يعني معناه هو ده الايه اللي فيه تميز وفيه انفصال، يعني دائم منفصل عن اي موجود سواه. اول معنى لكلمة الموجود ما يتميز به الذات عن الغير، بهذا المعنى يبقى موجود في الخارج، ويبقى الوجود هو عين الذات. الله تعالى اعلم، ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله. يدخل في ايه ما هو واجب وجودي وما هو واجب ايه
عدمي غير وجودي. طيب اذا لما نقول هنا هو قسمان، الشيخ بيقول هو قسمان، اي الواجب ضروري وايه ونظر. الضروري ما لا يتوقف على نظر وايه واستدلال. بخليهم انه يدخلوا الصوب الداخل هذوم للثاني الواجب ينقسم الى قسمين، وكذلك المستحيل قسمين، والجائز قسمين. ذا الاقسام كلها كم؟ ستة. واجب ضروري، واجب نظري، ومستحيل ضروري، ومستحيل نظري، وجائز ضروري، وجائز نظري. فاحنا عاوزين كم مثال؟ مثال واحد. ستة. ايش مثال واحد؟ مثال واحد يصلح للجميع. ممكن دلوقتي خلي يعني رفقا بال وبعدين قلتها بقى عرفنا ايه معنى الضروري وايه معنى الايه النظري. الضروري هو الذي يدرك بالضرورة ولا يتوقف على نظر او استدلال، واما النظري فمعناها ايه يتوقف على نظر وعلى ايه وعلى استدلال. فهنا قال وهو قسمان يعني الواجب، تمام كده، ضروري ونظري. لكن من ناحية الضروري نظر اثنين، لكن من ناحية تقسيمه هنا بيقول وهو ثلاثة أقسام اللي هو في الحاشية. قسمان من ناحية من جهة باعتبار الضروري والنظر يقول ايه اثنين. يبقى ممكن نقسم اثنين، وممكن نقسم ثلاثة، وممكن نقسم أربعة، بس باعتبارات مختلفة. يبقى لما نقول اثنين يبقى مش خطأ، ولما نقول ثلاثة مش خطأ. هذا اعتبار وهذا اعتبار ايه اخر. يبقى هو ثلاثة اقسام باعتبار الاطلاق وباعتبار الايه التقييد. فمثلا واجب مطلق يعني معناه غير متقيد، زي ايه ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته الوجودية، يبقى اسمه ده واجب ايه مطلق، يعني ما فيش قيد، ما فيش علة. واجب مقيد كالوجود والتحيز من جرم، تمام كده، كالوجود والتحيز للجرم. طب هنا واحد يفهم يشرح حالي كده، واجب مطلق زي ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته. طب هنا لما قال واجب مقيد مثل ليه؟ لسه احنا حمثل للضروري والنظري بعدين، انما الان حمثل ليه للثلاثة. واجب مطلق زي ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، واجب مقيد قال كالوجود والتحيز للجرم. طب ليه؟ هل الجرم ده يقيد؟ ها هل كون الجرم متحيز ده عاوز قيد؟ كل جرم متحيز من غير قيد، اي جرم متحيز على الاطلاق. لكن التحيز للجرم مقيد بوجود الجرم نفسه. شفت كده؟ هنا كلمة مقيد يعني الجرم لا يكون متحيزا الا اذا وجد، انه مفروض مفترض وجوده يعني ممكن. فهمت كده التقييد؟ اذا كلمة مقيد التحيز الجرم كل جرم متحيز، فلا ايه فلا قيد. وما القيد ايه؟ القيد ان التحيز بشرط ان يكون الجرم موجودا في الخارج. اما اذا كان ممكنا يعني لم يوجد، يبقى لا يسمى متحيزا الا بعد ايه بعد وجوده. لكن هل نقول هذا بالنسبة لذات الله تعالى وصفاته؟ لان الوجوب هنا مطلق وليس ايه وليس مقيدا. لأن الصفة النفسية عرفت بأنها الحال الواجبة. خد بالك تعرف الصفة النفسية. الصفات تنقسم إلى كم؟ نفسية واحد، وتحتها صفة واحدة للوجود. سلبية تحتها خمسة، المعاني تحتها سبعة، معنوية تحتها سبعة. بس لما يجي يعرف الصفة النفسية، تعرف الصفات السلبية كده، كلمة الصفة تطلق على معنى وجودي وعلى معنى عدمي. فإذا كان المعنى وجودي تبقى دي صفات معاني، وإذا كان معنى عدمي تبقى دي سلبية، وإذا كان لا وجودي ولا عدمي تبقى دي معنوية. ها؟
لا امال النفسيه دي مش داخله ايه في الاقسام دي. اذا ما تعريف الحال هنا؟ تعريف الصفه النفسيه، قالوا الصفه النفسيه عرفت بانها الحال بس مش على اطلاقه. الحال الواجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة. واضح كده؟ ثاني حنشرح التعريف. الحال الواجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة. طب والصفة النفسية؟ وذلك كلمة صفة نفسية أعم من أن تكون قديمة أو حادثة. فمثلا لما نصف الجوهر بأنه جوهر دي صفة نفسية لأنها ما زادت على معنى آخر على جوهريته. فلما عرفوا الصفة النفسية قالوا معناها نفس الذات دون معنى زائد، وكتعريف الشيء بأنه شيء ما زدنا شيئا على شيئيته، وما زدنا في الجوهر شيئا على إيه؟ على وبقي الصفات المعنوية. يبقى إذن الصفات المعنوية واجبة للذات ما دامت علتها. هي علة الصفات المعنوية اللي هي المعاني. فإذا ثبتت المعاني تثبت المعنوية لأنها هي علة للمعنوية. إنما الذات هل هي معللة بعلة؟ يبقى الصفة النفسية معناها هي الذات، لانه الذي لا يعلل هو ايه؟ هو الذات فقط. واضح كده؟ انما الصفات المعنويه واجبه ما دامت ايه؟ علتها. واضح كده؟ وجوده عين ذاته، لان الوجود بالنسبه لله تعالى ليس ايه؟ شيء اخر غير الذات. معناه وجود يعني ذات، ذات يعني وجود، وهي معنى وجود وذات كذا يعني معناها ثبوت. الثبوت نقول له كلمة الثابت العقلي الذي لا ينتفي أبدا من ذات أول حاجة ده أو صفات أو إيه نسب. يبقى بهذا التعريف دخلت كل حاجة، دخلت الصفة النفسية ودخلت الصفات السلبية ودخلت المعاني ودخلت المعنوية لأنها ما دامت معللة بإيه؟ بعلة. فالموجود لذاته ثلاث معاني. واحد ما يتميز به الذات عن الغير، يعني اللي يميز الذات عن غيرها هو ذا الوجود الذاتي، وهو بهذا المعنى موجود في الخارج ووجوده عين ذاتي لأنه بذاته يتميز عن الغير. فالله تعالى لا يتميز عن الغير بالصفات، ولكن هناك تميز بالذات بصرف النظر في صفات ولا ما فيش، لكن واقع التميز بالذات ولا مش واقع؟ هذا رد على من يقول بالحلول والاتحاد، فهو متميز بإيه؟ بذاته. خلاص. المعنى الثاني الموجود لذاته يعني أن الذات اقتضت الوجود أي الثبوت، وهذا المعنى أمر اعتباري، ولذلك توصف الذات بأنها موجودة اعتبارا لأن الوجود في الحقيقة هو الذات. حتى الشيخ الدردير نفسه بيقول طب لما الوجود هو الذات مش كده؟ فبأي معنى جعلوه في الصفات؟ هو الوجود هو الذات، لكن أول ما نقول الصفات الأول حاجة الوجود. الوجود مش هو الذات؟ طب وتعريف الذات هو تعريف الصفات ولا مختلف؟ طب لما جعلوا الوجود من الصفات وهو الذات؟ قالوا هذا تسامح وتجاوز، لأن الذات توصف في اللفظ بأنها موجودة ومعنى وجودها هو عين ذاتها. إذن إذا قلنا الوجود هو عين الذات يبقى ده المعنى الأول، وإذا قلنا الوجود اقتضته الذات يبقى هذا اعتبار نسبة. خلاص. يبقى توصف في اللفظ بأنها موجودة وليس معنى الوجود لله تعالى من إيه؟ اسم المفعول اللي هو اسم المفعول من وجد مش موجود، موجد. هذا المعنى لا يصح اطلاقه. لو قلت الله موجود بمعنى ان له من اوجده فهذا معنى باطل، لانه معنى حيقتضي انه الاله حاجب. خلاص كده. اذا من اسم الفاعل من وجد واجد،
اسم المفعول موجب موجب موجود صيغة انما هو لو القياس كده واجد ها موجد. واما الموجد برضو اسم ايه فاعل موجد صيغ. لكن تأتي الى ايه الى اذا معنى الوجود مش معناه ان ان انه وقع عليه الوجود. وذلك مرة كان في مسألة في شرح الآية الرومية في النحو لما نقول لك مثلا ايه ضرب ضرب مثلا فلان زيدا زيدا تعرف ايه مفعول به. اذا المفعول به هو اللي ايه اللي وقع عليه الضرب وقع عليه الايه الضرب. لكن زيدا كان موجودا قبل ان يقع عليه الضرب ولا ما كانش موجود؟ كان موجود. اذا اللي وجد عليه اللي هو الضرب. لما قالوا تعرف كده خلق الله العالم العالم ده مفعول به يبقى معنى كده يبقى العالم كان موجودا قبل ان يخلقه الله لانه فعل به الخلق وده معنى باطل يتوقع عليه الفعل. وكيف يقع على الفعل على معدوم ولذلك بعض المحققين قال احسن ما نقولش خلق الله العالم العالم مفعول به نقوله مفعول مطلق مفعول وخلاص ما تقولش به لانه به ده حيلزم انه يكون موجود قبل ان يوجد وهذا صعب. يبقى نزل قدم النوع قدم العالم تقال تقول كده مفعول وخلاص وتسكت هو مفعول لكن مفعول ايه خمسيش ده يعني تمسك عن ايه عن من ده اجتهاد اجتهادات لغوية زي ما قلت لك ضرب عمرو زيدا زيدا لازم يكون موجود عشان الضرب ده العالم لازم يكون موجود عشان يخلق. نأتي إلى القسم الثالث يبقى معنى الأول معنى الثالث موجود في التصور الذهني ما هو ده هو ده هو المعنى الثاني اللي هو النسبة. المعنى الثالث الاستغناء عن الغير بمعنى عدم توقفه في وجوده على الغير وهذا أمر عدمي. يبقى الوجود له ثلاث معان معنى الذات والمعنى الثاني النسبة والمعنى الثالث صفة البيئة أمر عدمي بمعنى أنه غير متوقف في وجوده على شيء لأنه هذا المعنى لا يمكن أن يطلق إلا على الله لأنه كل ما عداه متوقف في وجوده عليه تمام كده. وكل ما عدا الله تعالى لولا الله لا يوجد بل لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال. يعني هو محال أن يوجد شيء إذا لم يوجد إيه الخالق سبحانه وتعالى. يبقى إذن موجود بالنسبة لله يقال في اللفظ ليس بمعنى اسم مفعول هذا المعنى خطأ وليس بمعنى وجده أي عثر عليه. يقول لك وجدت الشيء لو كان يعني كأنك بتبحث عن شيء فوجدته يعني عثرت عليه بعد أن هل هذا المعنى إذا إيه معنى كلمة موجود بالنسبة لله إذا ما لاش معنى غير إنه الذات مش معناها وجدته يعني عثرت عليه. فين الشيخ مصطفى وجدته يعني إيه عثرت عليه ده خطأ وموجود بمعنى أن له واجد برضو خطأ ده كفر. ثم ليه معنى موجود إذا موجود معناه أنه ذات ثابت يعني الثابت اللي هو ولذلك يقال واجب الوجود بمعنى ان وجوده غير منتفي ابدا ويستحيل في العقل ان ينتفي وجود الله تعالى الثابت العقلي. وهو كلمة الثابت اي حكم الثبات له في العقل ليس حكم الثبات له في نفس الأمر أنه موجود قبل أن تكون العقول. نعم نعم إذا الثبات في نفس الأمر مش العقل بل حكم أما فرم حكم الثبات أنما الثبات نفسه ملوش دخل بالعقل دخل العقل ده لولا وجوده ما ثبت العقل نفسه والله لما ثبت وجود العقل لما ثبت العقل اللي احنا بنقوله عليه عقل ده واضحت كده. يبقى قسمان ضروري ونظري والضروري هو ايه
طيب في حاجة تانية اللي هي أحكام الواجب. أحكام الواجب دي مهمة جدا، احنا قلنا أنواعه أحكام الواجب لذاته أنه الواجب لذاته يعني هو غير معلل بعلة، أنه ينافي الواجب لغيره. بارك من ذي، في واجب لذاته وفي واجب لغيره. يعني مثلا العالم ممكن في نفسه ولكنه واجب لغيره، يبقى دي الواجب لغيره يدخل فيها الحادث. إنما الواجب لذاته لابد أن يكون قديما، حكم الواجب لذاته، لأنه الواجب ينافي الواجب لغيره، لأنه لا يرتفع بارتفاع الغير. الواجب لغيره إذا يرتفع بارتفاع الغير، أما الواجب لذاته لا يرتفع، يعني لا ينتفي بانتفاء الغير. ده الحكم الأول، يعني أنت في نفسك ممكن تمام، ولكن لأنه تعلق بك العلم والإرادة يبقى لازم توجد واجب وجودك بلصة. من ناحية تعلق العلم إذا أنت واجب لغيرك، لكن لو انتفى الشيء اللي أنت مسند عليه تنتفي أنت. واضح؟ ما هي ما كده معناها، افهمها زي ما تفهمها بالعربي بالمصري، والمصري ده فرعوني مش عارف. يبقى هنا الواجب الأول حكم أحكام، خذهم احفظهم. أحكام الواجب لذاته أربعة. واحد، أنه ينافي الواجب لغيره، نعم، لأنه لا يرتفع بارتفاع الغير. أما الواجب لغيره يرتفع بارتفاع الغير، يرتفع يعني ينتفي. ثانيا، أنه ينافي تركب الواجب. الواجب لذاته لا يكون مركبا، تمام، إذ لو تركب لاحتاج إلى أجزائه. والمحتاج إلى الغير هذا معناه ممكن، فيلزم كون الواجب ممكنا، وإذا كان الواجب ممكنا هذا قلب الحقائق. إذا تركب يبقى ممكن، إذا تركب احنا قلنا الوجوب ده ينافي التركيب، يعني معناها الواجب لا يتركب. إذا مين اللي يتركب؟ اللي هو الإمكان، إذا معناها ما فيش تركيب. الحكم الثالث، خلاص الحكم الثاني قلناه، ينافي التركب، والتركب ده علامة الايه؟ الإمكان. معناها لو تركب من أجزاء لاحتاج إلى أجزائه، لأنك أنت متركب من أجزاء، فكل جزء محتاج للآخر. يعني أنت بيدينه ده جزء، لما تيجي تصفر محتاج للإيه؟ لليد. لأنه لو هل يد واحدة تصفر؟ صفر صفر يا بيد واحدة، ما فيش حد هيسمع حاجة. شوف عمل إيه؟ كده أنت جعلت عملت إيه؟ جزأته وجعلت جزء يمين برضه احترقه. خلاص؟ واضح كده، يبقى التركب ايه؟ ينافي الوجوب. ده الحكم الثاني. الحكم الثالث، ان الواجب لذاته لو قدر كونه موجودا في الخارج لم يكن زائدا على ماهية الواجب، بل كان عينها لامتناع الجزئية. دي مهمة جدا، يعني الواجب في ذاته تمام، احنا بنقول لو قدر وجوده في خارج معنى افتراض، لان الواجب لذاته لا يكون الا واحدا، فلو فرض يعني في واجب لذاته ثاني يبقى معنى كده حيكون وجوبه هو نفس ذاته. واضح كده؟ اربعة دي مهمة جدا جدا. نعم، ثلاثة، الواجب لذاته لو قدر كونه موجودا في الخارج لم يكن زائدا على ماهية الواجب، ان حيكون وجوده هو عين ذاته لامتناع الجزئية. خلاص كده؟ لا. أربعة، حكم الرابع، لا يكون الواجب لذاته مشتركا بين اثنين، أي لا يوجد واجبان وجوبهما لذاتهما. يبقى لازم يكون الواجب الذاتي واحد. لو كان نتكلم في الواجب، ما تكلمنا في الاله، ما الاله واجب، نتكلم الان في الواجب بغض النظر عن هو اله ولا مش اله.
يبقى اذا الواجب لذاته ما فيش فيه اشتراك، لازم يكون ايه واحد، يعني معناها لا يوجد واجبان وجوبهما لذاتهما، بل تلزم الوحدة للواجب لذاته. هنا حيدينا اشكال مهم جدا، لما الواجب لذاته واحد، الصفات الإلهية اللي هي صفات المعاني واجبة لذاتها وهي متعددة، ولذلك المعتزلة نفوا ايه، نفوا صفات المعاني، قالوا حتى لا يتعدد القدماء، لأن قلنا الواجب القديم ده واحد يبقى معناه الذات، فنفوا ايه صفات المعاني، ولم ينفوا المعنوية، ولو نفوا المعنوية حيكفروا، لم ينفوا كون عالم، ولكن نفوا زيادة عشان ما يبقاش في واجب، عشان ما يبقاش في واجبين. عالم ده صفة وجودية، والذات صفة وجود، والذات وجود، وده وجود يبقى فيه وجودين. احنا قلنا ما يشتركش بين ايه، بين اثنين، لا يشترك بين اثنين، فكيف كيف يكون الواجب لذاته متعددا؟ ولو قلنا بان الصفات ليست واجبة ممكنة، يبقى معناها يجوز عليها الزواج. لو قلنا ان الصفات ممكنة، يبقى معناها ممكن يستوي فيه الامران، الوجود والعدم، يعني معناها كأننا نجوز انعدام الصفات ما دامت هي ممكن، لأن كل ممكن قابل للانتفاء. واضح كده الشبهة؟ ثاني ما هو انت في الحالة دي انت هكذا نفس التعريف، انت كده ممكن لغيرك، ممكن لذاتك وواجب لغيرك، ما كده يبقى كده يبقى واضحت هنا. يبقى معنى كده هيبقى مش فقط لو قلنا الصفات ممكنة لغيرها، يبقى معناها حادث، لأن الحادث أيضا ممكن لغيره، ولكنه في نفسه في الحادث الممكن الحادث واجب لغيره بشرط تعلق الإرادة والقدرة، لكنه في نفسه إيه ممكن. يبقى معنى كده حتستوي الصفات مع الإيه مع الحوادث، هتبقى ممكنة واجبة لغيرها وممكنة في نفسها، ومعنى هذا أنها قابلة للزواج، وهذا طبعا منتفي. والواجب القديم واحد اللي هو إيه لا يقبل الإيه الاشتراك، ومن هذه الشبهة ضلت إيه المعتزلة ونفوا تعدد القديم، وقالوا ده أخص صفة للواجب القدم، فكيف نقول ده أخص خصائص الأولي أنه يكون إيه واحد وقديم، فكيف نقول باشتراك حد معاه في صفة القدم حتى ولو كانت الإيه الصفات؟ يبقى راحوا نفوها، فقالوا عالم بذاته، سميع بذاته، وهكذا. فالذات عندهم هي نفس العلم، والذات هي نفس القدرة، لكن يلزم على هذا القول ايه ان الصفات هي متغايرة، تعريف العلم ليس تعريف القدرة، ليس تعريف الكلام. ولو كانت الصفات هي الذات لكانت الذات هي القدرة، ولكانت هي العلم، ولكانت معناها لكان العلم هو القدرة، والقدرة هي السمع، والسمع هو البصر، لان الذات واحدة. وقالوا إذا التعدد التعدد اللي هو الشرك اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه شركا، تعدد في الذوات، لأنه مهما تعددت الصفات فإن الموصوف واحد بها واحد. أنت أحيانا اللفظ نفسه يكون بمعنى يعني معنى يكون شرك ومعنى يكون صحيح، يعني معناه تعالى كده ما وجه كفر النصارى في قولهم إن الله ثالث ثلاثة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني نفس الكلمة دي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كمال الإيمان، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ولا خمسة ولا أد زي ما انت عاوز. ومع أن النصارى لما قالوا ثالث ثلاثة كفروا،
يبقى اذا قلت ان نعم. الله ثالث اثنين لا تكفر. لا تكفر. واذا قلت رابع ثلاثة لا تكفر. اما اذا قلت رابع اربعة تكفر. تكفر. خامس خمسة تكفر. ثالث ثلاثة تكفر. سادس وهكذا عبد من تعود. انما لما قال ثالث اثنين يبقى هو مش من واحد منفرد بذاته. ثالث اثنين. هذول اثنين وده واحد ثالث. نعم. لما تقول ثالث ثلاثة يعني معناه هو من جنس الثلاثة. واضح المعنى؟ لما نقول رابع ثلاثة يبقى هو واحد ثاني غير الثلاثة بدليل أنه رابع الثلاثة. إنما ثالث الثلاثة يعني ثلاثة زي بعض يبقى تساوى مع الثلاثة. إنما رابع ثلاثة افهم المعنى كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة الله ثالث هو ولا قال اثنين. الله ثالث يعني معناها جعل ربنا واحد غير الاثنين. انما النصارى جعلوا الثلاثة واحد يعني هو من ضمن الثلاثة. لكن لما قال ثالث اثنين الله ثالثهما عن ثالث الاثنين اذا قلت ثالث ثلاثة ده الكفر. طب ثالث اثنين لا. طب رابع ثلاثة ماشي. خامس أربعة ماشي. زي ما القرآن قال فيه قال ما يكون من نجوى ثلاثة لم يقل إلا هو ثالثهم طب كفر إلا هو رابعهم ولا خمسة لم يقل إلا هو خامسهم إلا هو سادسهم يعني معناه هو واحد غير الخمسة. ده التمييز. ده التمييز وده الفهم. يعني عبارة النبي صلى الله عليه وسلم غير عبارة النصارى. النصارى قالوا ثالث ثلاثة. ومع غباء النصارى المفروض رب العزة سبحانه وتعالى يبقى هو أول الثلاثة ولا ثالث الثلاثة. ده لم يقولوا ثاني الثلاثة قال ثاني كأنه هو في المركز بدليل أنهم يعني زي كأنه حاجة شرفية كده. إنما التنفيذ والقدرة هم منهم الثلاثة الإب والآب والروح القدس. العبادة موجهة للإب والمحبة للإبن. والأب ده بيعمل إبادته على الكرسي كده وخلاص وكل الشغل مين يعني معناها. ولذلك في الحقيقة هم ما جعلوا الله أول الثلاثة جعلوا ثالث الثلاثة كانوا في آخرهم. وجعلوا الرزق والإحياء والدينونة حتى الحساب في الآخرة عالمين للإبن. ولذلك شوف التعبير قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ولم يقل ان المسيح هو الله. شوف العباره كده يعني جعلوا ايه يعني ايه الفرق بين اليهود وبين النصارى. النصارى عملوا ايه رفعوا المسيح والمسيح بشر الى منزله الالوهيه. طب اليهود نزلوا الاله الى منزله البشر. طب الاسلام خلى الاله اله والبشر ما لا توصل ما ينفعش قال خلاها بشر ولا اله يعني خلى كل شيء في مكانه. إله إله في عليائه وكماله وجلاله والبشر بشر ما خلقوش في إيه في تميز بين الإيه فصلوا بين الأمرين يعني جاءوا بالحق المبين. فالإله له صفات الكمال وله العزة وله الجبروت وله العلم وهكذا. وما هذاك نشوء فكرة التشبيه والتفسير جامد يهود. وهو لم يقل احد بالتشبيه ولا بالتجسيم قبل اليهود. اي حد شو كده قال تعالى يضاهون قول الذين كفروا يضاهئون ويضاهون كده في ثبت. بس اذا قلنا احكام الوجوب كام الشبهه اللي قلناها دلوقتي سؤال او الشبهه تاني. اذا لم يكن في الموجودات واجبا فيش واجبين يعني الواجب واحد. كلمة موجودات دي تعم القديم والحادث. يلزم ألا يتصف الواجب لذاته بصفات زائدة. صفات سلبية نوصف نوصف بها والمعنوية نوصف بها. إنما النزاع فين منوي. في المعاني. لا في المعنوية لا في المعاني عشان هي الزائدة. إنما المعنوية اعتبار ما فيش حاجة زائدة لا موجودة ولا معدومة. إذن المشكلة فين في المعاني. لأنه لو اتصف بها فإن كانت واحدة لذواتها يعني إذا كانت كل صفة قديمة أو واجبة لذاتها يلزم تعدد الواجب لذاته وهو باطل. ده الشبه. وإن كانت ممكنة
فكل ممكن جائز الزوال، فيلزم أن يجوز زوال الصفات عن الذات وهو محال. ثاني ثاني بس خد بالك، ركز معي، انت بتركز في حاجة واسيب حاجة ثانية. اقول ثاني، بيقولوا اذا كانت اذا لم يكن في، احنا قلنا في قررنا ان الواجب ما يتعددش، ما فيش واجبان، يلزم ان الواجب لذاته ها انه ما يكونش متصف بصفات زايدة على الذات. يعني عاوزين يقولوا كلام المعتزلة يعني يكون صفاته هي ذاته. ليه بقى؟ قالوا لأنه لو اتصف بصفات زائدة على الذات، سؤال هنا، إما أن تكون هذه الصفات واجبة لذاتها أو ممكنة. لو كانت واجبة لذاتها حيتعدد الايه؟ الواجب لذاته، والواجب لذاته لا يتعدد. وإن كانت ممكنة حيلزم قيام الحوادث لذات الله تعالى وهو محال، أو حيلزم ايه؟ جواز إن كان زوال هذه الايه الصفات، يعني انعدامها، لأن كل ممكن قابل للايه للانعدام، مع أن الأشاعرة وأهل السنة يقولون بصفات زائدة على الذات، لأن إيه تعريف العلم؟ صفة زائدة على الذات، يعني مش هي الذات وليست غير الذات، ومعنى لا هي الذات ولا هي غيرها بمعنى الغيرية، بمعنى تتصور بين الشيئين اللذين يتصور انفكاك احدهما عن الاخر، لانه يسمى غير. يبقى الغيرية معناها تصور وجود هذه بدون هذه وهذه بدون هذه، تصور الانفكاك، والا لا تكون هناك ايه غيرية. فهمنا كده السؤال؟ الجواب احتاروا طبعا في الجواب، فقالوا ايه الجواب؟ ان الصفات ممكنة ومع ذلك ليست جائزة الزوال. كيف ذلك؟ اجتماع نقيضين. اجتماع نقيضين. قال وانما يلزم ذلك لو كان يقتضيها غير الذات. انه خدوا بالك في حاجة مهمة جدا، هذه الصفات بالنسبة لو كان يقتضيها غير الذات الالهية تبقى ممكنة. تمام كده؟ هي من حيث النظر الى نفسها الى ذاتها، طبعا لا يمكن ان نتصورها بدون الذات، بتكلم افتراض. من حيث النظر اليها بقطع النظر عن الذات، اليها وحدها في ذاتها، تبقى هي ممكنة، ولكنها ليست جائزة الزوال. كيف ذلك؟ تناقض زي ما يقول الشيخ مصطفى، بيقولوا انما يلزم ذلك، يعني التناقض، لو كان يقتضيها غير الذات، لو كان يقتضيها انا وانت يلزم الكلام ده. تمام كده؟ فالذات توجب صفاتها، وكما انه لا يجوز زوال الذات لا يجوز زوال ما اوجبته، والحاصل انه تعالى موجب في صفاتها ومختار في سائر الممكنات. يعني هذا المعنى اللي قلناه، يتصور لو كان يقتضيها غير الذات، لكنه لا تقتضيها الا الذات، والذات غير قابلة للفناء، فما اقتضته غير قابل للفناء، فما اقتضت وجود العالم والعالم قابل للفناء. تمام، خد بالك كده، ممكن نرد على هذه. قال لك يبقى اذا هذه ايه وحدها هي الصفات، وما عداها افعال، وصفات الافعال حادثة. نعم، يبقى معناها ان الله تعالى موجب، يعني هنا ما فيش اختيار. اما في غير ذلك من الممكنات فهو ايه مختار. خلاص، يبقى اذا العالم ده صفاته ولا افعاله؟ افعال. لانه إذا صفات الافعال حادثة، وصفات الذات قديمة. خلاص كده، ولا يعني يستطيع احد الاجابة باكثر من ذلك. خلاص كده، يعني هي هقولنا كده، النظر اليها في ذاتها، والنظر اليها احنا قلنا لا يمكن نتصورها منفكة عن الذات. اما انت يمكن التصور في الحادثات، اما في غير الذات لا، هنا معنى خاص يعني لا يقاس عليه غير ذلك. الشيخ الجزيل، وكلها قديمة بالذات لانها غليت بغير الذات. ماشي.
بعدين عرفنا انه الواجب والمستحيل والمنتفي وخرج ما تعلق علم الله تعالى بعدم وجوده. اذا ما تعلق علم الله تعالى بعدم وجوده مستحيل ولا مش مستحيل، بس مستحيل ايه لغيره وليس ليه لذاته، لانه المستحيل لذاته ما يتعلقش العلم بوجوده ابدا. خلاص كده لا، المستحيل لذاته ما يتعلقش العلم، هو مستحيل. يعني مثلا بعض الناس يسأل كده السؤال كده، تعلقش القدرة لأنه تعلقش باب القدرة لأنه مستحيل لذاته، ده الممكن. يعني عندك مثلا من حيث أنه انكشاف، يعني إيه معنى تعلق العلم؟ صفة انكشاف. أيوة صفة انكشاف. مع عشان العلم صفة انكشاف ويتعلق المستحيل غيري والواجب وكل، بس كلام ده تعلق القدرة اللي هو انه يوجد او لا يوجد، ده يتعلق فين؟ في المستحيل الممكن، مش مستحيل الذاتي، ده ما يتعلقش به خالص القدرة. يبقى اذا العلم صفة انكشاف تعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات من حيث الانكشاف، من حيث الانكشاف. اما من حيث تعلق التأثير ده راجع للقدرة على الأرض، القدرة والقدرة تتعلق بالممكن، يتعلق بكل شيء، بكل شيء، بكل شيء. ان الله بكل شيء عليم، يدخل فيها الواجبات والجائزات والممكنات وكل شيء. ما هو ده ممكن، ده مستحيل لغيره ده ممكن. واضح؟ بس يبقى هذا التعريف يبقى ثبت، انه تعريف الشيخ بسم الله ما شاء الله يعني فتح وكل الاعتراضات اللي وجدت عليه. يبقى الان نقول ايه الجائز، الجائز برضو ايه المستحيل كم قسم؟ قسمين، ضروري ونظري. ضروري ايه؟ كخلو الجرم عن الحركة والسكون معا، يعني الجرم اما ان يكون متحرك واما ان يكون ساكن. رفع الاثنين ده نقيضين ما يترفعوش، ووجود الاثنين نقيضين ما يثبتوش، بمعنى لا يثبت وجودهما ولا يثبت ايه عدمهما. طب ونظري قلنا كده ده المثال بتاع المستحيل الايه الضروري. الضروري خلو الجرم عن الحركة والسكون. واضح كده؟ نظري كالشريك لله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ واضح؟ يبقى في مستحيل، مستحيل ايه؟ نظري. ضروري في مستحيل ايه؟ نظري. طب من ضمن المستحيل الضروري والمستحيل النظري، نقول هنا في مسألة أوردوها اللي هي هل يجوز التكليف بالمحال؟ التكليف بالمحال عندنا في الأشاعرة يجوز. مذهب الأكثر، الأكثر مش الأشاعرة فقط، وهو الأصح كمان، جوازه تكليف بالمحال، جوازه مطلقا، سواء كان محالا لذاته كمان وهو الممتنع عقلا وعادة، كالجمع بين السواد والبياض. ده معنى في مستحيل عقلي وفي مستحيل عادي، عارفين الفرق بينهم؟ المستحيل العقلي ده في تلازم لا يوجد، لا يتصور وجوده. اما المستحيل العادي مثل اديك مثال، يعني مثلا المشي على الماء، ده مستحيل عقلا ولا عادة؟ انما المستحيل العقلي زي وجود الشيء في وجود الشخص في مكانين في وقت واحد، ده عقل مش عادي. انما كونك تضرب البحر بالعصا ينقلب جبال، ده مستحيل عادي، لان المعجزات تخرم او تخرق المستحيل العادي، لكن المستحيل العقلي لا تخرقه المعجزة ابدا، والا حتنقلب الشرائع ويصبح العقلاء مجانين والمجانين عقلاء، ومش حيثبت شيء في الوجود خالص. يعني انا بقول لك كده 7 × 6 بكام؟ 42. لكن لو قلت لك لا ده 43 لا تصدقني ابدا. طب لو اظهرت لك معجزة هتقول لي لا، لان المعجزة لا تخرق العقل، انما تخرق العادة. انما كون تقلب العصا ثعبان، تقلب الحجر ذهب، الذهب حجر، ده كله مستحيل في العادة. انما المستحيل العقلي اللي هو فيه تلازم في النفس
زي انقلاب الزوجية الى فرد والفردية الى زوج. يعني هل تنقلب الثلاثة زوجا؟ لا. ده مستحيل في العقل. او الاربعة فردا؟ لا. هل يسبق الابن في الوجود الاب؟ لا. هل ممكن يوجد الاب قبل الابن قبل الاب ويكون اب؟ لا. ده مستحيل عقل ده. انت جايزاً المعجزة تعريفها كده امر خارق للعادة لا يخرق. ولذلك العلماء والصوفية والكبار قالوا ان الله تعالى لم يتعبدنا بما تحيله العقول. الله لانه ده الميزان. فكيف ربنا يتعبدك بهذا الشيء؟ اما اللي معنى التكليف بالمحال اذا كان ما يتعبدناش بما تحيله العقول. فهمنا كده؟ او محالا لغيره بأن كان ممتنعا. المحال لغيره ده هو الممتنع في العادة وليس في العقل. زي كالمشي من الزمن. يعني واحد كده مكسح مريض تقول له قوم امشي. وكمان يارب تقول له امشي تقول له كمان طير كمان. ده هو الانسان السليم ما يستطيع الطيران. فتقول للزمن طير في الهواء. اذا كان المشي يبقى ده مستحيل ايه؟ عادة لا عقلا. او محال عقلا لا عادة. زي ايه؟ زي ايمان من علم الله تعالى انه لا يؤمن. ده في العادة مش مستحيل. لكن ده مستحيل في العقل. لانه حينقلب علم الله الى جهل. علم الله تعالى انه لا يؤمن. فكيف يؤمن؟ ولذلك لما نزلت تبت يدا ابي لهب سيصلى نارا. ده مستحيل عقلا ان يؤمن ابو لهب بعد نزول الآية دي. وإلا حيبقى كلام ربنا كذب. وحاشا الله أن أمال إيه معنى تكليفه بالإيمان؟ الصحابة والرسول يدعوه إلى الإيمان رغم نزل فيه فيصلى نارا ذات لهب. لما يدعوه للإيمان يعني معناها لو آمن ده حيبقى ده مستحيل عقلا. لأنه علم الله تعالى عدم إيمانه ومع ذلك كلفه بالإيمان ولا ما كلفوش؟ بدأ تكليف بالمحال. لانه محال ان ينقلب علم الله الى جهل. ده ما يؤمنش ابدا. لو ضربته بمليون رصاصه مش هيؤمن. ولذلك لو واحد مثلا يعني لو كان القران ده من عند بشر ولو كان مخترع النبي صلى الله عليه وسلم كان استطاع ابو لهب ان يقيم الحجه على رسول الله. يقول له انت ادعيت ان انا مش هؤمن ويا رايك اشهد ان لا اله. يبقى القرآن ده من عند الله اللي هو يملك قلب أبو لهب ويملك عقله ويعلم أنه لا يمكن أن يفكر في هذا التفكير. أنه لا يمكن يكون الحكم ده من بشر. كيف يعلم ما يكون في الله؟ مش عارف اللي حيكون بكرة إيه؟ يمكن يقوم من النوم يغير رأيه يقول له خلاص أنا آمنت مثلا يعني وهو أقرب الناس إليه. فلو كان من عند دليل قوي جدا على أن القرآن من عند الله. لأنه مين يعرف إيه التقلبات ده؟ أنت بيبقى في أشد الخصومات وتقسم بالله ألا تكلمه أبدا وتطلق وبعد دقائق تروح للمفتي عاوز تراجع الزوجة. ده أنت طلقتها هي اللي غيرك. أهو تغيير قلوب العباد بين أصبعين وأصابع يقلبها كيف يعني. فممكن ينقلب حال أبو جهل أو أبو لهب ويؤمن. إذا في الحالة دي ما معنى قوله سيصلى نارا؟ ده معناها ده حيبقى من أهل النعيم ده وأهل الخلد. لا ده لو آمن حيبقى من أهل الخلد في الجنة. يبقى هنا فهمنا كده. يبقى المستحيل العقلي لا عادة كإيمان من علم الله أنه يؤمن. ومنع الطائفة من المعتزلة التكليف بالمحال لذاته وهو الممتنع عقلا وعادة دون المحال لغيره. ومنع الطائفة أخرى احنا قلنا الأصح الجواز المحال الممتنع لغير تعلق العلم بعدم وقوعه. يعني في محال ممتنع بس مش لتعلق العلم بعدم وقوعه لغير تعلق العلم بعدم وقوعه وهو التكليف بالمحال العادي. يعني مثلا المشي من الزمن والطيران من الانسان هل تتعلق العلم بعدم وقوع له؟ لكن ده عاده. انما اللي تعلق العلم بعدم وقوع له
المسألة نعم عشان كده عشان ممكن يقع اذا بسميناها مستحيل ايه عادي دون الممتنع لتعلق العلم لان العادي لظهور انه لا يتأتى من المكلفين قال لك لما هو المستحيل له سواء عقل او عادي هل هو يتأتى يعني يقع يعني فما فائدة طلبه ده كمان سؤال مهم يعني ده امر لا يتأتى ما يحصلش سواء سيبنا من كوني عقلي او عادي لكن هل ده هل يتأتى هل ده يحدث فما فائدة الطلب قالوا فائدة الطلب اختبارهم اختبار واضح كده هل يأخذون في المقدمات فيترتب عليها الثواب ام لا يعني هل يعني يفكر انه يعمل زي ايه لما نزل قوله تعالى ولو هذا مستحيل عادي يعني ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم في العادة يحصل ده لكن ممكن ربنا يفرض ولا ما يفرضوش بدليل فرضوا بالفعل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسهم ذلك خير لكم عند ذلك لكن رب خير لكن لو عاشوا في الضلال أحسن ولو ماتوا على إيه اللي أحسن انت عارف سيدنا موسى لما جاء شد لحية هارون قال له ما منعك اذ رأيتهم ضلوا قال له ايه قال ايه خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي فاجتماعهم على الضلال احسن من تفرقهم على الهدى خليهم كده على العجل مستفيدين على عجل واحد بدل ما انا ادخل معهم نروح سايبين العجل نروح نشوف حاجة لا خلينا احنا ايه تمسيبه واحدة بدل من عدد في المصائب فسيبهم على كده حتى قالوا كده لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى خلاص خليك فقالوا انت انا مش هاول اعمل فرق ولا اخليهم على حاجة واحدة يسهل علاجها للنتيجة انما لو تعددت الاديان والاعتقادات هتتعب انت فانا اصبرت عليك استعب فسيبته اذا فائدة التكليف بالمحال ايه الاختبار هل يأخذون في المقدمات فيترتب عليها الثواب ام لا فيترتب العقاب ومنع امام الحرمين طلب المحال ولم يمنع ورود صيغة طلبه شوف الفرق في العبارة دقيقة جدا منع طلب المحال لكن لم يمنع صيغة الطلب لان صيغة الطلب قد لا تدل على حقيقة الطلب ولكن تدل على معنى اخر الم يقل الله تعالى لبني اسرائيل كونوا قردة ها ده مش تكليف ده هل يستطيع ان يجعلوا انفسهم قردة هنا هذه صيغة الطلب ولكنه في الحقيقة ليس طلبا منهم ان يحولوا انفسهم الى قردة او خنازير فاذا امام الحرمين منع الطلب بالمحال ولكنه لم يمنع صيغة الطلب لان صيغة الطلب مش معناها في الحقيقة طلب هذا الامر بيسموه في امر تكويني وفي امر تسخيري حتى الارادة تنقسم الى قسمين ارادة كونية ارادة كونية وارادة شرعية تمام كده والارادة الشرعية تتخلف لانه معناها هيرجع الى الامر واضح كونوا قردة هل معنى كده كلفهم لكن ورد الصيغة لما وردتش واختلف القائلون بالجواز يعني ايه جواز ايه جواز تكليف المحال فقيل يقع مطلقا وقيل لا يقع اي الطلب مش المستحيل المستحيل ما يقعش المتكلم طلب يقع ولا وقيل بالتفصيل بين الممتنع لذاته كقلب الحجر ذهبا قلب الحجر ذهب مش مستحيل انما ايه هو المستحيل المستحيل قلب الحجر ذهبا مع بقاء الحجرية انما قلب الحجر ذهب مش مستحيل انما المستحيل ان يقلب ذهب وفي نفس الوقت يبقى حجر ده مستحيل لان الذهب ذهب والايه المستحيل لذاته قلب الحجر ذهبا مع بقاء الحجرية فلا يقع
يعني لا يقع التكليف بذلك، اي مع بقاء اوصاف الحجرية وذات الحجرية فان هذا هو الممتنع. اما قلب الحجر ذهبا بتبديل ذات الحجر بذات الذهب، ده حصل للاولياء، ده حصل للناس كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم راودته الجبال ان تصير ذهبا، فلو كان هذا مستحيل وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فاراها ايما شمم، ولو كان ده مستحيل كيف بتضحك عليه الجبال؟ ده حقيقة. يبقى هنا ايه المستحيل؟ ان تنقلب الجبال الى ذهب مع بقاء الحجرية فيها. ولذلك وقع للانبياء ووقع لبعض الاولياء قلب الحجر ايه ذهبا، ووقع لسيدنا عيسى في القصة، وقلب الماء لبنا وعسلا. وليس هذا اللي هو قلب الماء لبن او عسل او قلب الذهب حجر او الحجر ذهب، ليس هذا من باب قلب الحقائق. اذ الحقائق هي ايه؟ الواجب والجائز والمستحيل. فهذه هي الحقائق اللي هي الجواز والاستحالة والوجوب. فالقلب الحقائق يعني قلب المستحيل واجبا او جائزا، هذا هو قلب الحقائق، مش قلب الممكن. وهل ممكن في الامرين؟ ممكن ينقلب، لكن هل الواجب يبقى مستحيل او مستحيل؟ لا، وعكسه. هذا هو قلب الحقائق، اذا قلب الحجر ذهبا وقلب الماء لبن، لا ليس هذا من باب قلب الحقائق، لانه قلب الممكن في الممكن. يبقى اذا قلب الحجر ذهبا والماء لبن وعسل، هذا قلب ممكن الى ممكن، لان افهم ان الامكان عبارة عن حاجتين حاجة واحدة. فاذا قلبناه على هذا الوجه يبقى ممكن، وعلى الوجه الثاني يبقى ممكن، يعني ما قلبناهوش الى واجب. يعني القلب ايضا لم يزل عنه صفة الامكان، انما اذا قلبنا الواجب مستحيل يبقى زالت عنه صفة الايه الواجب، وهذا هو قلب الايه الحقائق. يبقى اذا قلب ممكن الى ممكن جائز ولا مش جائز؟ في حاجة تانية اسمه الممتنع لغيره، فيقع هو الصحيح، لانه الممتنع لغير ده واجب ليس مستحيلا. ودليل عدم وقوع الاول الاستقراء، ودليل وقوع الثاني ان الله تعالى، مهمة جدا، قلنا في ادلة هنا، دليل وقوع الثاني ان الله تعالى كلف الثقلين بالايمان كده، وقال وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ومع ذلك كلف الايه الجن والانس بالايمان، وفي نفس الوقت قال ده مش هيؤمنوا، وعلم عدم ايه ايمانهم. فامتناع ايمان اكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه، وهذا من الممتنع لذاته ولا من الممتنع لغيره؟ ممتنع لغيره، لانه لو كان لذاته نعم ما يتلفهمش به. استشكل الشيخ عز الدين ابن عبد السلام جواز التكليف بالمحال لغيره رغم انه جائز، فقال اذا علم الله ان بعض الخلق او اكثرهم لا يؤمن او لا يطيع، فكيف يطلب منهم ما يخالف علمه؟ انت عارف ابليس بيقول ايه مما ورد؟ بيقول يا رب امرتني امرتني بالسجود لادم ولم تريده مني، فلو اردته لوقع، مش كده؟ فقال الله له متى علمت اني لم ارد؟ قبل الاباية او بعدها؟ هيختلف طبعا، مش ممكن يكون عالم قبل كده. قال بل بعد، قال فبذلك اخذتك، لانه لو علم حتنقلب المعصية الى طاعة. نعم نعم، يعني مثلا لو انت لا قدر الله علمت انك في يوم كذا كشف الله عنك، وعلمت انه بعد 5 سنين او 6 سنين في يوم كذا في ساعة كذا ستسرق او ستزني، وتعلم ان ما في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، فيجب عليك ان تذهب فتصير المعصية طاعة.
لانك لو ما رحتش يعني انا عاوز تغير العلم وده كفر، يبقى ما عاوز تخلف علم الله. يبقى اذا لما سئل الجنيد عشان تفهم كلامه الصوفيه يا ابن العارف قال وكان امر الله قدرا مقدورا، يبقى من جهه انه عارف مش من جهه الزنا، ده موضوع ثاني، ده معصيه ويقام عليه الحد، ده موضوع ثاني. يبقى اذا معاني هذه الكلمات تتعلق بمعاني اعلى مما نتصورها احنا ومما نعرفها. اذا شوف كده القران كذب الكفار وصدقهم، شوف كده قال تعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا، كده كمل كده الايه، ولا اباؤنا ولا بعدين كذلك ايه كذب، يعني ده كلام كذب. هي الكذب بتاعها بتاعها بتاعها، احنا عايزين الشاهد بس، مش عايزين نسمع جزء، عايزين الشاهد. كذلك كذب، يعني القرآن ده كلام كذب، وكذب به من قبلهم اللي هو ايه اللي هم لما قالوا لو شاء الله ما اشركنا، رغم انه في آية اخرى يقول ولو شاء الله ما اشركوا، يعني بيصدق كلام اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا. ده آية ثانية محمد عزيزي يكفينا الشاهدنا، فهم قالوا لو شاء الله ما اشركوا، وفي الحقيقة فعلا ولو شاء ربك لا امن من في الارض، كلام صدق. امال الكذب من ناحية ايه؟ من ناحية انهم قالوا هذا، شوف ده القرآن قل هل عندكم من علم، يعني لو علموا واخبروا عن العلم لكانوا صادقين، لكن لما قالوا هذا لم يريدوا اثبات صفة العلم وهو ان الله علم شركهم، ولكن ارادوا ان لا يؤمن فتعللوا بالمشيئة وهم لا يعلمون ان هذا سر مخفي. ولذلك لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على الترك العام، لا يجوز الاحتجاج به قبل الذنب، لانه معنى هذا حتبرر المعصية، ولا يجوز ايضا بعد الوقوع في الذنب الا بعد التوبة. يعني لو احتج بالقضاء والقدر قبل الذنب يعني معناها عاوز يتخذ وسيلة من العلم الى المعصية، ولو احتج به بعد الذنب يعني معناها عاوز يخلص من العقاب والمسؤولية، زي اللي جاي يجلس سيدنا عمر قال له ما ليس على الذين امنوا وجناحهم فيما طعموا، يبقى عاوز يهرب من هنا من الجلد. انما لو تاب واقيم عليه الحد واحتج بدليل، فحج ادم موسى قال اتلومني على امر قدره الله، بس بعد ايه؟ بعد ما يتوب. لو لا يجوز لاحد ان يعير انسانا بعد التوبه بذنب، لانه اذا عيره به لا يموت الا اذا وقع فيه، اذا تاب. وكانك انت بتعترض على الايه، على ما سبق في علم الرئيس واعترف، تيجي تعيره بالذنب يبقى معنى كده مش هتخرج من الدنيا الا اذا ارتكبت نفس الايه، نفس الذنب بعد التوبه. خد بالك من الايه، من المسائل دي. واضح هنا؟ ناتي الى ايه عشان نخلص الدرس. وصلنا فين؟ العز تكلمنا عن ده، يقول هنا اذا علم الله ان بعد، فكيف اطلب منهم ما يخالف علمه؟ وحينئذ فقد كلفهم بما لا يطيقون. يبقى معنى هذا اجاب العلماء على ذلك فقالوا الذي ينبغي ان يقال انه مستحيل لاجل ما سبق في علم الله انه لا يوجد. ده مثلناه بمسألة ايمان مين؟ ايمان ابي لهب. ايمانه بالنظر الى ذاته جائز، مش كده؟ اما بالنظر الى ما تعلق به العلم فهذا ايه؟ مستحيل. واجيب الجواب اللي هو اعتراض على كلام الشيخ العز، الاستشكال اللي قال كيف يطلب منهم ما علم انه لا يقع، فهذا تكليف بالمحال. الجواب بان توجيه الخطاب لهؤلاء الذين علم الله انهم لا يؤمنون ومنهم ابو لهب، ايه معنى توجيه الخطاب؟ هذا علامة ليس في الحقيقة طلبا، وإنما علامة وضعت على شقاوتهم وأمارة نصبت على تعذيبهم. يعني كأن هذا الخطاب ليس معناه في الحقيقة طلب، وده علامة. ليس معناه الأمر. ليس معناه الأمر، ده علامة. الله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
الله.